هيك ندخل لدياره نتقدم بثقة نقدم له شكر قلوبنا نعبد بالروح والحق نسكب نفوسنا أمامه. تتوج ملك من جديد كل يوم على حياتنا نبايعه نعيش معاه في كل يوم نحمل صليبنا كل يوم نعلن ملكه في كل يوم انه هو ملك ورب على كل الحياة خد فرصة هيك معنا هيك دقيقة خد فرصة فيها هدي نفسك في محضر قل له يا رب جهز قلبي مكتوب عن شاول اول ما قابل صموئيل لما التفت ومروح من عند صموئيل بدل بدل اعطى الله قلب جديد بدل قلبه كل اليوم بدل قلبي بدل قلبي يا رب يا رب شكرا لاجل الامتياز العظيم يا هنانا يا طوبانا يا سعدنا فيك يا رب بماذا نمتاز عن جميع شعوب الأرض ليس بمسيرك معنا يا رب انت فخرنا وانت ميزتنا وانت كل ما فينا وانت سببنا وكل اسبابنا يا رب انت سبب فرحنا يا سيد انت سبب وجودنا وعشان هيك احنا فرحانين يا رب فرحانين بحضورك فرحانين بوجودك في حياتنا فرحانين يا رب حتى لو العالم كله انقلبت ال... انقلب العالم كله يا رب حتى لو عجت البحار لا اخاف شرا لانك انت معي هذا بكفينا يا رب ما أروع جودك لدي اللي تدخرته لخير فيك يا رب بفضل نعمتك إحنا عايشين بفضلك أنت وحدك بس اليوم يا رب أصلي في اسم المسيح يسوع ركز عيوننا عليك وعزز هال هال هالإرادة يا رب أنه نعيش لإلك أنه نحيا كما سلك ذاك نسلك أنه نعيش تحت كنفك تحت جناحك يا رب نعيش في ظلك لا بل فيك وأنت فينا طيب كل المجد اليوم تنسم سرور ورضا من من تسبيحاتنا نذبح الحمد لك نقدم لك ذبيحة التسبيح نعترف بشفاهنا أنك عظيم مستحق كل تسبيح نعلن مجتمعك الملكوتي يا سيد نعلن ملكوتك في حياتنا وفي كنيستنا وفي مدينتنا يا رب وفي بيوتنا نعلن أنك أنت الرب والسيد وليس إله آخر إلا أنت في اسم المسيح يسوع اليوم تكلمنا في كلمة حية يا رب أعطيك كل المجد إلى الأبد آمين تعو بهالروح قل له بفضل نعمتك وعمق رحمتك Maay sala ارمي رضا قلبي وشوقي وحبي فرحتي يا ربي وحاجتي اليك تحمدك الشفاء وتنحني الجباه لشخصك يا الله فأنت خالقها تسبح القلوب أمامك تذوب فإسمك هو وأنت سيد ما أبهاك ما أعظم غناك فعيشي في رضاك شوقي ولا لذا انتظرتك وعيني نحوك وتحت ظلك تطيب جلساتي <applause> <applause> تحمدك الشفاء <applause> ارفع صوتك قول معي تسبح القلوب أمامك تذوب فاسمك مهوب وأنت سيدها قول معي إلهي صخرة حصني وقواتي فكل بهجاتي في قربك يا سو. يا فرحتي بك فزت بحبك قرب قلبك أحبك يسوع تحمدك الشفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله فأنت خالقها تسبح القلوب أمامك تذوب، فأسمك ما هو وأنت سيدها. آمين. اليوم أنا ماخذها غسيل ومكوى، <applause> وأنا المفروض علي بس التسبيح بس الأخ نشأت لأنه هو مسافر فأنا عبيت مكانه ونسيت أسلم التسبيح لحدا تاني. لكن أمين الرب عظيم طيب أمين. 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 اليوم عندنا نقرأ قراءة بسيطة من مزمور واحد مزمور واحد. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشهورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس أنا مش عم بتحكم لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي, تعطي ثمرها في اوانه ورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح ممكن حد يحط لي اذا ممكن تكون موجوده هون اذا مش موجوده تحطوا لي بليز فيكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه تعطي ثمرها في اوانه ورقها لا يذبل وكل ما يصنعه وكل ما يصنعه ينجح ليس كذلك ليس كذلك الاشرار نرجع شوي وحده لورا ليس كذلك فليس كذلك الاشرار لكنهم كالعصافه التي تذريها الريح بعدين بيقول لذلك لا تقوم الاشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار لأن الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتهلك المرة الماضية تكلمنا عن المرة الماضية تكلمنا عن الإيمان شو كانت الايه البار والايمان يحيى وحكينا عرفنا الايمان انه الثقه بما يرجى والإقامة بامور لا ترى تذكروا شو حكينا الايمان بخليك تشوف اشياء ما حدا بيشوفها غيرك بالايمان يجعلك ترى من لا يرى مين من لا يرى الله امين وحكينا كمان موضوع الايمان تذكروا موضوع الايمان قلنا مش المهم أهمية إيمانك أو, أو, أو عظمة إيمانك لا تكمن في مقدار إيمانك ولكن تكمن في الموضوع الذي تؤمن فيه وقلنا كمان عن الجليد إذا بتتذكروا كل ما تعرفت على الرب أكثر كل ما احتجت إيمان أقل لا تثق فيه لأنه هو بشيلك موضوع إيمانك هو أهم شيء في إيمانك بماذا تؤمن وقلنا بعدين حياة الإيمان شو قلنا في حياة الإيمان؟ ذاكرين؟ إنه الإيمان هذا يجب لازم يطلع للنور. لازم يطلع للنور. الثقة بما يرجى والإقامة بأمور لا ترى هي جواك ما حد بيشوفها. بس حياة الإيمان يعقوب قال إيمان بدون أعمال ميت. ما نحكي عن الأعمال التي تخلص، فيش أعمال تخلص، احنا نتكلم عن أعمال الإيمان، ثمر الإيمان. اللي هي أعمال صالحة سبق الله فعد لنا في المسيح نسلك فيها ونكون على شبه طيب اليوم انا بدي اتكلم عن البار بالايمان يحيى امين بدي اكمل الموضوع لكن اليوم بدي اتكلم عن شيء طريق البار الذي يحيى بالايمان ما هو الطريق الذي يسلكه البار الذي يحيى بالايمان احنا قلنا معنى البار بالايمان يحيى يعني متبررين مجانا كيف متبررين بالايمان الذي تبرر بالايمان يحيى ويعيش ويسلك بالايمان بولس الرسول قالها بطريقه رائعه جدا قال لا أنا بل المسيح مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيها فما أحياه الآن في الجسد أحياه إيش بالإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه شو يعني من أجل شو يعني أنا بحيا بالإيمان حياة ابن الله اللي أحبني فهمت علي كيف فالإيمان لازم أن يخرج إلى حياة ليصير إيمان حقيقي فاعل حي حي وإلا بيكون إيمان ميت طب شو هو الطريق اللي أنا بسلكه ما هي طريق البار الذي يحيا بالإيمان من المزمور أريناه تعالوا نأخذ أول آية من المزمور الأرينا مع بعض نأخذ أول بقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس إذا بتلاحظ معي في ثلاث ثلاثيات في هذه الآية ثلاث إيش ثلاثية تعال نشوفهم مع بعض ثلاث شخصيات أشرار خطى مستهزئين ثلاث توجهات مشورة طريق مجلس ثلاث أفعال يسلك يقف يجلس صح طوبى للرجل الذي لم يجلس الذي لم يسلك في مشورة الأشرار في طريق الخطى لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس ثلاث أفعال ثلاث توجهات ثلاث شخصيات تعال نشوف من هون شوي شوي نمسك واحدة واحدة، أول شي البار ما لا يفعله البار، سلبية البار، شو يعني سلبية؟ الباسف أو إنه أنت شخص ما بتعمل، لا تتجاوب، ما لا يتجاوب معه البار. أوكي؟ ما لا يتجاوب، ما لا يفعله البار. هذه سلبية البار. هل البار سلبي؟ آه عنده سلبية، خليني أقول لك السلبية في إيش؟ في الشر. لا يتجاوب مع الشر. بقول لم يسلك في مشورة الأشرار إحنا من خلال الثلاث ثلاثيات نفهم المقطع هذا كويس أول شيء لازم نعرفه من هم الأشرار أول شيء أنا معلش سامحوني لأنه هذا اليوم مش مش عم بيتجاوب معي من هم الأشرار شو رأيكم مين هم الأشرار هل الأشرار هم القتالين الزنا اللي بيقطعوا الروس هدول هم بس الاشرار هدول اشرار اكيد بس هدول هم بس الاشرار طب مين هو الشرير من هم الاشرار باختصار الشر... الشرير هو كلمه مرادفه لكلمه فاجر في الكتاب المقدس الملوش كبير الشخص الشرير بالكلمه الانجليزي اقرب كلمه إلها بالانجليزي ungodly الشخص اللي يسير في حياته بغير مشيئة الله ungodly person هذا هو الشرير بكل بساطة الذي لا لا يعتبر الله في طرقه هذا هو كتاب بسميه الشرير بسميه مرة تانية الجاهل قال الجاهل في قلبه ليس إله بسميه الجاهل في أماكن ثانية هذا هو الشرير مش الشرير بس اللي بيعمل كبائر وفظائع لكن الشر بكل بساطه الذي لا يضع الله في معرفته هذا هو الشرير. طيب هي عرفنا الاشرار. طيب ما هي مشوره الاشرار؟ هلا هذا الشرير عشان تعرف عشان تفهم مشوره الاشرار شخص جسدي متفلسف في طبعه بتفلسف كثير في الحياه ابو العريف دائما ابو العريف عامل حال ابو العريف. كل انسان بعيد عن الله بتخبط في كل طريق بس عشان لا ما يقولش للناس ان انا مش عارف ومش فاهم بيتفلسف بيتفلسف وشخص ممكن يكون على فكره مثقف جدا ومتعلم كلمة جاهل في الكتاب المقدس لا تعني غير متعلم كلمة جاهل تعني بدون الله كلمة شر يعني غياب الله زي بالضبط ما كلمة نو... الظلام معناها غياب النور كلمة شر معناها غياب الله عشان هيك الشر مش مخلوق الشر هو تعبير نطلقه على غياب الله فالشرير هو الشخص الذي يغيب الله عن حياته بارادته اذا شو مشوره الاشرار هون بدها تكون شو هي مشوره الاشرار مشوره الاشرار بكل بكل بساطه هي الفلسفه اللي ماشي فيها هذا العالم الفلسفه اللي بتخدم بس شهوات والجسد الفلسفه اللي بتخليك شو ما تشعر فيه حلو اعمله فلسفه اللي ماشي فيها العالم هذه هي مشوره الاشرار مشوره الاشرار هي مثلا نعطيكم امثله الابراج النبوات اللي بت... اللي بيعملوها في اخر السنه هاي في اول السنه تنبؤات هاي اللي بيعملوها المنجمين هذه مشوره اشرار اسلوب عيش وحياه مين أهل العالم هذه هي مشورة الأشرار طب بسرعة هيك عشان ما نطول ماذا يعني أن نسلك في مشورة الأشرار بساطة, بساطة. أعجب فيها أولا شو أعجب فيها أدمايرت أعجب في مشورة الأشرار أول شيء تعرفوا مين أعجب في مشورة الأشرار ومسالك الأشرار في الكتاب المقدس مزبوط لوط بس في واحد مؤمن حلو رائع كمان وعجب مشورة الأشرار بس صحي في آخر لحظة أساف ألغرت من المستكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار غرت غار من الأشرار ليس في موتهم شدائد مع البشر لا يصابون جسمهم سمن عيونهم جحظت من كثر الشحم يمشون على على ألسنتهم تتمشى على الأرض يعني شايفين حالهم مش مسدين بيقول أنا غرت منهم من حياتهم مشورة الأشرار هي أن تعجب كيف, كيف, كيف أنا بسلك مشورة الأشرار أول شيء أعجب بسمع بحب الفكرة أعجب فيها بصير بدي أعمل بصير بدي إياها بكل بساطة شيء بسيط جدا 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 يمكن تفكر فيه بينك وبين نفسك ما حد يعرف عنه أن تعجب في طريق الخطاة في عفوا في مشورة الأشرار خليني أورجيك آية أنا حب, حب كثير موجودة في أشياء هذه الآية نبوة عن المسيح بس اسمع شو بقول اسمع شو بقول بقول أيها الصم اسمعوا في أشياء 42 أيها العمي انظروا لتبصروا من هو اعمى الا عبدي واصم كرسولي الذي ارسله، من هو اعمى كالكامل واعمى كعبد الرب ناظرا كثيرا ولا تلاحظ، مفتوح العينين ولا يسمع، الرب قد سر من اجل بره يعظم الشريعه ويكرمها. يعني بحكي عن الرب يسوع اعمى؟ ولا بحكي عن البار انه اعمى او او اصم او اطرش؟ لا، عم بيحكي انه هذا البار ما بيسمع الا مشورتي. بسمع من الناس كثير مشورات كثيره لكن له اذان وما بيسمع لهم دانه مفتوح على مين على قناه واحده اسمها السما ما بيسمع على مشوره الاشرار ما يعجب بطريق الاشرار ومشورتهم ايش ما بيعمل كمان شو اللي ما بيعمله اللي هو في طريق الخطا لا يقف اسمعني اذا رخيت دانك لمشورة الأشرار بوعي أو بغير وعي ستجد نفسك تقف في طريق الخطط بوعي أو بغير وعي مجرد أنك تنام شوي عن صوت الله في حياتك وعن كلمة الله في حياتك تصير تعجب في مشورة الأشرار بتلاقي حالك تلقائيا بدأت إجريك تروح تقف وين مع الخطط في طريق الخطاط. السلوك تذكروا تسلك في مشروع السلوك هو القرارات اليومية الأمور اليومية اللي بتصير فيها، السلوك هو مجال قراراتنا اليومية. الوقوف مجال الالتزام بأمر معين. لما توقف على مو... مو... أمر معين ستاند up فور something الوقوف يعني التزام التزام عن أمر مع... في أمر معين. بس بيقول عن طريق الخطأ طب مين هم مين هم الخطا؟ مين هم الخطا؟ الشخص الخاطئ هو الشخص الذي يتسبب بالمشاكل لنفسه والازعاج لمن حوله وحتما الانفصال عن الله. الشخص الخاطئ هو الشخص بيتسبب بالمشاكل دايما لنفسه، بوقع في الاغلاط دايما وبقعد يدور على حد يساعده او بوقع في اغلاطه بندم عليها او بوقع في غلطه ما بندم عليها. وبسبب انزعاج ومشاكل للناس اللي حواليه كمان. شخص مؤذي. الخاطي شخص مؤذي. شخص الناس ما بتحب تمشي في طريقه. بس تخيل لو انت بترخي دانك لمشوره الاشرار ستقف في طريق الخطأ تلقائيا، شعرت ولا ما شعرت؟ بدك ولا ما بدك؟ هيك راح يصير. طيب شو السؤال الثاني اللي احنا بنساله؟ ما هي طريق الخطاة؟ شو هي طريق الخطى؟ شو هي طريق الخطى؟ أنا بحب أنا قلت أنا مش 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 واعظ. شو هي طريق الخطى؟ الخاطئ شو بيحب؟ شو بيعمل؟ خط شو هي الخطية؟ تعدي على وصية الله. تعدي على وصية الله. يعني الله بقول لك لا تكذب بكذب، لا تزني بزني، بسلك فيها بتلذذ فيها الخاطي يتلذذ في الخطية بيعيش وبتلذذ في الخطية طيب شو هو آخر شيء ماذا يعني أن نقف في طريق الخطأ زي ما قلت لكم بلتزم سمعت شغلة عجبتني بروح بجربها بحب إني أجرب عشان هيك مهم جدا شو بنسمع في التلفزيون شو بنسمع من الافلام والمسلسلات اللي بنحضرها هاي شو بنسمع من الاخبار شو بنسمع من اراء الناس والفلاسفه والعلم الكاذب الاسم هذا بيشكل حياتك هذا بيخليك اذا عجبت فيه راح تجربه هذه طريق الخطاط عند التزام اني اجرب الشيء اللي سمعته تصميم اني اعمله الان حابس اعطيك ايه بقول مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك لا تمن يمنى ولا يسرى باعد رجلك عن الشر شو الشر طريق الخطط <applause> طريق الخطط باعد رجلك عن الشر طيب ثلاث شو الشغل السلبي اللي في اللي في آه هذا الانسان اللي هو في مجلس المستهزئين هذا ما لا يفعله البار طيب يلا كمان مره شو السؤال راح يكون واحد مين هم المستهزئين يا جماعة؟ من هم المستهزئون؟ المستهزئ هو الذي بت... يتمرد في وجه الله اللي يقول له ابعد عني بمعرفة طرقك لا أسر وبقول وكأنه في سلوك وتصرفاته سأسلك وأعيش كما يحلو لي وكأنك غير موجود فلن أعطي حساب لك في حياتي هذا هو الشخص المستهزئ المتمرد على الله بدي أعيش زي ما بدي وتعرفوا مرات في ناس منهم بوصلوا لحد أنه يعملوا عكس مشيئة الله بالقصد هذا شخص متمرد مستهزئ تخيل إذا أنت بتسمع لمشورة الأشرار رح يقودك هذا الحكي لأن تقف في طريق الخطى وبالنهاية رح تلاقي حالك جالس مع المستهزئين تستهزئ معهم الشيء اللي بتسمعه بتحبه تقتنع فيه تسلك فيه بتلاقي حالك تلقائيا بتعلمه وبتروج له. تبدا بمشكله اخوتي ما هو مجلس مستهزئين حكيناه بدناش نطول حكي شو يعني نستهزئ حكينا هلا وفسرنا الموضوع بس اخوتي انا بدي اوصل لكم لو فكره صغيره مش بيوم وضحاها بتصير ان جادلي بيرسون. بصير شخص مش بيوم مش بليله وضحاها، الموضوع بالتدريج، جرة إجر، شوي شوي. ببدا إنك تسيب حالك مرتاح. بعيد عن كلمة الله. بعيد عن صوت الله. بعيد عن الاهتمام في أمور الله. بتصير تعجب، ما هو في شيء بده بده يعبي مكان شيء؟ بتصير تعجب في مشورة الأشرار. ثم تقف في طريق الخطأ وفي النهاية تجد نفسك ان جادلي بيرسون. تجلس في مجلس المستهزئين تتابع مش بيوم وليل الموضوع رح يخدك فترة بس تعرف شو بصير ساعتها تطلع حواليك بتلاقي محيطك والاشخاص المقربين لإلك واصدقائك واللي بتسهر معهم واللي بتقعد معهم هم الاشرار والخطاة والمستهزئين. تخيل الموضوع ببدف ارخي دانك. اسمع اسمع هاي الآية لأنه هو ذا البعداء عنك يبدون تهلك كل من يزني عنك، شوف أما أنا مش الابتعاد عن الرب فالاقتراب إلى الله حسن اللي تعرفوا مين قال هذا الكلام؟ أسافل كان قبل شوي بيحكي غرتم المستكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار هون بيقول أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن اللي جعلت بالسيد الرب ملجأي لأخبر بكل صنائعك، مش أروح أخبر بمشورة الأشرار وأروج لها، لا أخبر بكل صنائعك. شوفوا هذه وصيه بولس الرسول لتيمثاوس الابن الصريح في الايمان في رساله تيمثاوس الاولى بيقول له اما انت يا انسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والايمان والمحبه والصبر والوداعه. جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياه الابديه التي اليها دعيت ايضا واعترف الاعتراف الحسن امام شهود كثيرين. هذا اللي شفناه هلا كله هذه سلبية سلبية البار شو يعني سلبية البار؟ يعني الذي لا يتجاوب معه البار ما لا يفعله البار بس البار مش بتصرف انه ما بيفعل اشياء بس لا البار ايضا ايجابي يفعل لانه الايمان قلنا من غير اعمال ايش ميت اذا هون ما يفعله البار شو هي إيجابية البار تعال نشوف إذا ما لا يفعله البار واحد يلا قولوا لي لا يسلك في مشورة الأشرار لا يقف في طريق الخطاة ولا يجلس في مجلس المستهزئين يعني ما بتجاوب مع هاي الأصوات هو كعبد الرب له أذان ولا يسمع إلا مشورة الله بس ما يفعله البار بسيطة جدا في العدد الثاني لكن لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا يعني أول صفة في صف البار تعرف شو هي بحب كلمة ربنا بيسر فيها بيشتاق يقراها ويتعلم منها بيلهج فيها عارف شو بيلهج بيتأمل فيها بيجتر عليها بيحفظها البار بحب كلمة الله بكل بساطة ليعادل مشورة الأشرار اللي بتوديه في الأخير لمجلس المستهزئين بياخد كلمة الله وبيعبمك عقله وذهنه فيها لتخده وتجلسه مع أشراف شعبه في السماويات بدل مجلس مستهزئين أجلسنا معه أقامنا معه وإيش؟ وأجلسنا معه في السماويات اسمع لمشورة الأشرار بتلاقي حالك في مجلس المستهزئين خد كلمة الرب هي منهاجك تجد نفسك تجلس مع أشراف شعب الله الموضوع بسيط طيب أنا بس حابب أحمسكم شوي لكلمة الرب أكتر إنك تخلي كلمة الله هي تتغلغل فيك طلع شو بقول بقول تذكروا الآية اللي قرأناها قبل شوي مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك لا تمل يمنى ولا يسرى باعد رجلك عن الشر مش قرأت لكم يا هلا بتعرفوا الآية اللي قبلها شو بتقول قبلها بايتين شو بتقول كيف تباعد رجلك عن الشر وكيف تمهد سبيلك طلع شو بقول يا ابني اصغي الى كلامي امل اذنك الى اقوالي لا تبرح عن عينيك احفظها في وسط قلبك لانها هي حياه للذين يجدونها ودواء لكل الجسد وبذلك مهد سبيل رجلك في كلمة الله سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مهد بكلمة الله سبيل رجلك فتثبت كل طرقك ساعتها لا تمن يمنا ولا يسرى يعني حط التراك وامشي عليه لا تطلق تطلع منه من هون ومن هون خليك ماشي لا تمن يمنا ولا يسرا باعد رجلك عن الشر كيف اباعد رجلي عن الشر لا يمكن اذا ما عبى الفراغ اللي جواك تاع الشر كلمه الله عشان تقدر تباعد رجلك عن الشر اقرا لكم كمان كلمه ال, ال كلمه الله مشورة الأشرار هي شر وكذب وبهتان كلمة الله هي الحقيقة لما بتتعود سماع أنك على الحقيقة بتصير تميز صوت الله بتصير تميز الحق طب أنا كيف بدي أميز الحق طب هي الحق أيوة يا جماعة إحنا ما عندناش إحنا ما عندناش غيره بتقول لي طب إحنا بنوعظ نفس الكلام كل مرة طب ما عندناش ما عندي شيء أقول لك إياه هذا هو الحق هذا هو الحق إحنا ما بنخترع خرافات مصنعة هذا هو الحق لما بتتعود على قراءة كلمة الله بتعود دانك على سماع الحق بصير عندك روح تمييز بس هذا التمييز ما بيجيك هيك هذا بيجيك تفاعل كلمة الله مع روح الله اللي فيك بصير عندك تمييز بصير عندك تمييز للحق طلع شو بقول طلع شو بقول معي هنا في يوحنا أو خلينا نقرأ هاي الآية أول أنا هاي كتير كتير بحبها اسمع الآية هاي بقول لك بما يزكي الشاب طريقه يا شباب اسمعوا بحفظه اياه حسب كلامك بك بكل قلبي طلبتك لا تضلني عن وصاياك لا تجعلني اضل يعني عن وصاياك خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك مبارك انت يا رب علمني فرائضك بشفتي حسبت كل احكام فمك بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى شوفوا بيفرح في الكلام الرب فرحان فيه مش يلا انت تخلص الوعظة مش حاس بقرأ الكتاب المقدس وكأني بقرأ شهادة وفاتي بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك بفرائضك أتلذذ لا أنسى كلامك هكذا تزكي طريقك هكذا ترتفع وترتقي أمام الله هكذا يراك الله مزكى ناجح كلمة الله شيء أساسي كلمة الله هي الحياة طلعوا بقول كلمة الله هي اللي بتحرك من الضلال بقولك تعرفون الحق والحق يحرركم الرب يسوع قال في يوم من الأيام قدسهم في حقك إيش كلامك هو حق تعرف الحق بدك تتحرر من الضلال بدك تعرف الحق ما في بديل ما في بديل بعدين بقول لهم الرب في يوحنا اي رائعه جدا بقول الروح هو الذي يحيي اما الجسد فلا يفيد شيئا الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه بدك تعيش بدك ايمانك يكون حي يجب ان يلازمه كلمه الله امين مقتنعين اذا احنا شفنا مع بعض ما لا يفعله البار سلبيته وما يفعله البار ايجابيته طيب شو النتيجه النتيجة هي ما يحصده البار بركة البار ما يحصده البار خليني أقول لك شو واحد الله قلتها كثير عن هالمنبر وإذا الرب أعطاني عمر كمان وأعطاني صحة وأقف على المنبر هذا كمان مرة أو أي منبر في أي مكان الرب يدعوني عليه رح أضلني أقول نفس الكلام الله مش محتاجنا فهمها هاي الله مش محتاجنا إذا أنت سبحت وقطعت كلامه وسمعت وصايا ورنمت له وبشرت وعملت كل شيء ما بزيد عليه ولا شيء. وإذا أنت انغمست في الشر وعملت كل اللي بدك إياه وتلذذت في كل المتع الغلط اللي في الدنيا ورفعت وجهك وشتمته لن ينقص منه شيئا. طب ليش بدو إياك تحفظ وصاياه؟ عشانك. عشانك يا مسكينة عشانك يا مسكين يا عيسى لأنه تصميمك الله بكلمة بكلم منه خلق الكون كله وجبلك ونفخ فيك من روحه حتى الكلمات هاي بسميها أنفاس الله الكتاب المقدس بسميها إيش؟ أنفاس الله فتصميمك موجود لتعيش مبسوط ومرتاح وفرحان وسعيد ومتمتع بحياتك لازم يمشي اكوردنج مع الكتاب المقدس مع كلماته الحية مع فرائضه فتحه كلامك ينير يعقل الجهال ساعتها بتشعر بفرح الفرح الحقيقي لما تكتشف الحياة في كلامه وتعيش بناء عليه هذا هو الفرح طب شو البركات شو بيصير معك طلعوا الآية اللي احنا بنعرفها فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه ورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح تعالوا ناخذهم هيك تعالوا ناخذهم هيك واحدة واحدة بس قبل قبل ما افوت بهاي بس عندي هيك شويه نصايح بالنسبه لكلمه الله وقراءه كلمه الله نسيت اقول لكم اياهم معلش بتقولي لي طب عيسى كيف اعمل كيف اتغلغل في كلمه الله كيف الحق يغمرني كيف وكيف وكيف وكيف, وكيف؟ صح انا بدي اعطيك شويه نصايح اول شيء ابدا كبدايه بقراءه الكتاب المقدس يوميا بتسلسل مش حظك يا ابو الحظوظ مش بخت هذا مش قراءة كف مش قراءة فنجان هذه حياتك حياتك هون تفتح ذهب يهوذا وشنق نفسه هاي نكتة على واحد تعرفوا فتح قال بدي اقرا الهاي راح ذهب يهوذا وشنق نفسه قال لا اكيد هاي مش من الرب راح فتح واحد ثاني بقول له اذهب انت وافعل هكذا ايضا هذا مش بخت مش حظ ابدا اقرا بتسلسل امسك ابدا في متى ابدا في يوحنا ابدا في سفر وكمله افهم السفر كله لا تكون سلكتف عمرك ما راح توصل هذا مش بوفيه هذا مين كورس بدك تاخذ كل يوم منه مش تنقي اللي يعجبك ابدا في قراءه الكتاب المقدس يوميا حط التزام يوميا اقرا الكتاب المقدس بتسلسل بعد فترة راح تحس بفرح في كلمة الرب راح تحس انك مش مستكفي من كلمة الرب ابدأ ادرس سفر تعال احضر درس الكتاب <applause> ليش تروح بعيد تعال يوم الجمعة الساعة 8 عم ندرس رسالة افسس عم ندخل للعمق في رسالة افسس تعال شوف رسالة افسس تتكلم عن امتيازنا كمؤمنين ومسؤوليتنا كمؤمنين ما بتحب تعرف عن الموضوع تحبش تعرف امتيازاتك يا اخي خبرتم قصة خلينا نخبركم إياها في درس الكتاب عن واحد آآ آآ ابنه سافر ورح لبلاد برا وزمان ما كانش في طيارات كتير كان السفر من خلال البواخر وبعد صار يبعت لأبوه فلوس بعد فترة بعت لأبوه تيكت علشان يجيبوا له عنده تيكت باخرة فأخذ هالأب البسيط المزارع البسيط التيكت هاي وطلع فيها على الباخرة وأخذ معاه عشان يقضيه بدها أسبوع عشرة أيام الرحلة فاخذ معه آه كم رغيف خبز وكم شقفة جبنه هيك صغار ياكلهم في الطريق في نص الرحله خلص الاكل تاعه فراح وكان ينام على سطح السفينه فراح عندها واحد من هالموظفين قال له قال له لو سمحت يعني آه انا خلص الاكل معي وانا مستعد اشتغل اي شيء بمسح لكم السفينه بعمل اي شيء بجلس صحون بس بدي اكل بس بدي اكل فراح قال له الموظف قال له حضرتك انت وين تيكتك اصلا انت كيف طالع هون وبدك تقولي لي اكل اعطيني تكتك اشوفه لما شاف تكته لقى تكته ماكل شارب نايم على وجه البارجه كلياتها وهو مش عارف فيرست كلاس في المقصوره الملكيه هو مش عارف لما ما بتعرف امتيازاتك في المسيح راح تعيش مسكين وفقير لما ما بتعرف فرائض الله راح تعيش متعتس طول حياتك وبتفق ويا حرام بترمرم خبز وجبنة ومفكر انه هذه هي الحياة وقف رمرم اليوم امسك الذهب امسك امتيازاتك هون وشوف امين يكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه رح نحكي بسرعة انا مش راح واحد اول شيء شو يعني شجره مغروسه عند مجاري المياه شو يعني على ايش بدل شجره مغروسه عند مجاري المياه انتم كلكم بتوعظوا احسن مني ساعدوني يلا شو يعني المياه اللي هي ايش كلمه الله دائما مثلا شو ايه بتثبت لنا إنه, انه هي كلمه الله علمكم كيف بنوعظ هنا شو الايه اللي بتثبت انه هي كلمه الله مثلا مين عنده ايه بتثبت انه هي كلمه الله مثلا انا بذهني ايه اللي هي بغسل الماء بالكلمة مقدما إياها ايش؟ محضرا إياه ايش؟ مطهرا إياها عفوا بغسل الماء بالكلمه. شو الماء يعني؟ كلمه الله. كثير اشاره للارتواء ش... ارتواء مروي مروي شغله ثانيه شجره على ايش بي... بيدل لك شجره مش نبته شجره على ايش ب... بيدل على ايش؟ ثبات جذور في الارض مع انه انا عندي هلا تجربه مش حلوه بالشجره داعتي وقعت تاعتي وقعت التينه تاعتي لحالها هيك جذورها يمكن مش ماسكه في الارض منيح فوقعت لحالها ما حد أرها لكن الشجره المغروسه عند مجاري المياه ثابته سمعت شغله وانا عم بسمع انا قعدت اسمع عن هذا المقطع اشياء كثير واقرا اشياء كثير عن هذا المقطع فواحد من الاشخاص اللي هو بيحكي عن الزراعه بقول لك الشجره نوعا ما الشجرة المغروسة عند مجاري المياه او الشجرة الكويسة هي الشجرة بقول لك كل ما بتيجي الرياح أكثر عليها كأنه تصدر أوامر إنه الجذور تمسك في الأرض أكثر، تنزل أكثر في الأرض عشان تمسك في الأرض. جذورك وين محطوطة؟ زي شجرة التين تاعتنا، شبرين مي، شبرين تراب. جذورك مغروسة قديش في كلمة الله؟ هذا بحدد صمودك أكثر. شو بقول هللويا طوبى للرجل المتقي الرب قال ايش لا مش بس مسرور هذا مسرور جدا بوصايا شو بيعمل لا يخشى من خبر سوء قلبه ثابت متكل على الرب قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقه يا سلام تحب تكون هيك اذا بتحب تكون هيك لازم بتحب تكون هيك خليه جنبي هذا الشكل رح نستخدمه كثير. طيب اثنين تعطي ثمرها في اوانه، شو يعني تعطي ثمرها في اوانه؟ بتعرفوا في ترجمه كثير حلوه لقيتها عن هذا الموضوع، بنصحكم لما تقراوا الكتاب المقدس لك تدرسه اقرا ترجمات قد ما تقدر، لانه يعني كل ترجمه بتفتح لك المعنى اكثر، كل ترجمه بتاخذ الكلمه من زاويه معينه بتفتح لك اياها. تعطي ثمرها في اوانه يعني تعطي ثمرها في كل موسم. مش موسم اه موسم لا. حتى زي اسحاق تذكروا اسحاق اسحاق زرع في سنه القفر والبوار فاصاب مئه ضعف لما الكل كان جعان هو اصاب مئه ضعف المتكل على الرب المتكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزعون الى الدهر اسمع هاي الايه ما احلاها حتى لما بتكبر بتشيخ تتقدم فيك الأيام تعطي ثمر عارفين تتذكروا تذكروا تلك الخاطمين اللي هو إيش بيسوي اللي بيسبب المشاكل لنفسه والمشاكل والانزعاج على مين اللي حواليه لا هذا عكسه هذا بيعطي ثمر للناس ترى شو بقول حتى لو تقدمت فيك الأيام والصحة مش على قدها بيقول عنه شوف شو بقول شوف هالكلمة ما أحلاها بس يتجاوب معي بقول لك شو الكلمة بقول مغروسين كشجرة إيش كانت مغروسة هون بقول مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يزهرون أيضا يثمرون إمتى الشيبة لما في الشيبة الواحد يقول لك خلص انا اتقاعد، لا في الشيبة يثمرون، مش بس هيك، يكونون دساما وخضرة، دلالة على ايش؟ على النضارة والصحة، الشباب، وهذا بياخذني للبعديها بيقول ورقها لا يذبل، دليل على النضارة، الشباب تبقى شاب، اخوتي تسمحوا لي افتح قلبي لإلكم؟ حد رح يزعل لو فتحت قلبي لإله؟ إذا زعلت أنا رح أبوس على راسك وأراضيك بعد الاجتماع، لو زعلت تعول أنا زعلت منك، أنا رح أبوس على راسك وراضيك بس أنا بدي أفتح قلبي لإلك وأقول لك الحقيقة. أنا عم بشوف كثير من المؤمنين وراءهم دبلان. مش قصدي أفشلك اليوم، قصدي أورجيك الصورة الحقيقية عشان ترفضها. ترفض هذا الواقع وتعيش بالإيمان، تحيا بالإيمان مع الله. نضارته الروحية خفت بهجة انسرقت حماسه ضاع انطفى وعماله بقول له يا رب تعال تعال بسرعة يا رب وخلصنا من الحياة القرف الاتيتيود تاعك اللي بتطلب فيه سرعة مجيء الرب غلط مش عشان هيك راح يجي الرب نضارتك قلت شوقك وحماسك خف شبابك ختير عجز مع انه بيقول المنتظرون الرب شو بيعملوا يجددون قوه يرفعون اجنحه كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون شوف الايه هاي شو بيقول عن الرب بيقول الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. كلمه الله اللي بتعمل هيك يا جماعه. كلمه الله. مش مهم قديش عمرك. الشباب شباب الروح، روحك شو اخبارها؟ هل مرتبطه بروح الله وبكلمه الله؟ اذا انت شباب. اذا انت ورقك لا يتبلغ، اخر شيء بيقول في ما يحصد البار وكل ما يصنعه ينجح كلمة ينجح في الترجمة الأصلية بالإنجليزي نجحوا فيها أكثر بروسبر يزدهر حاليا في إنجيل جديد طالع إنجيل آخر بحكي عنه بولس اسمه بروسبرتي جاسبل أخذوا الآيات هاي وفسروها على متعة دنيوية يعني بيقولوا لك العلم الكاذب الاسم بيقولوا لك انه انت اذا مؤمن ومؤمن صح يبقى لازم تكون غني لازم ما تمرض لازم تكون يعني سيد مركز عالي ولازم مين قال هالحكي؟ تعالوا اعطيكم بس مثال تعالوا اعطيكم مثال بيقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا تقدر تقول لي إنت كان يوسف كان ناجح؟ آخر حياته يوسف كان ناجح في السجن بقدر نجاحه هو على العرش يوسف في كل خطوه في حياته كان ناجح ومزدهر يوسف كان ناجح في بيت ابوه واخذ القميص الملون يوسف حتى في البير وهو يباع كان ناجح يوسف كان ناجح هو عبد في بيت فوتيفار يوسف كان ناجح هو سجين مظلوم في السجن من اجل ذلك رفعه الله النجاح في الكتاب المقدس لا يقاس برصيدك في البنك بكم سكوير فيت بيتك بكم سياره في 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 الجراج تاعك النجاح في كلمه الله هو تحقيق اراده الله ومشيئته في حياتك في الزمان والمكان حكيت لكم الجمله هاي بالمره سمعت وعظة هون على هذا المنبر للاخ ماهر صموئيل من قبل ما انا اجي على الكنيسه كنت ضيف في الكنيسه وبتذكرها لغايه الان الجمله موضوع عنوان الوعظه اعظم فشل في الحياه هو ان تنجح في المكان الخاطئ واعظم نجاح في الحياه هو ان تفشل في تحقيق ارادتك الذاتيه النجاح الحقيقي هو ان اكون في الزمان والمكان في مشيئه الله لي يوسف كان في مشيئه الله في السجن كان ناجح وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا كشجرة مغروسة عند مجار المياه تعطي ثمرها في أوان ورقة لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح خلينا أقول لك آخر وحدة عاقبة طريق الأشرار إحنا حكينا عن طريق إيش إيش عنوان الوعظة طريق البار الذي يحيا بالإيمان طب شو عاقبة طريق الأشرار بكل بساطة ما رح نقرأها بس ونعلقت عليه بسيط ونصلي ليس كذلك الأشرار بكمل المزمور بقول لكنهم كالعصافة التي تدريها الريح لذلك لا تقوم الأشرار في الدين الدين هو يوم الحكم أو يوم الدينونة ولا يعني لا يرفع وجههم ولا الخطاة في جماعة الأبرار لأن الرب يعلم طريق الأبرار شوف الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتهلك كاتب المزمور عم بيعملنا مقارنة ما بين الشجرة المغروسة عند مجار المياه والعصافة شو العصافة؟ ترش العصافة؟ أحكي لك يا بلغتنا التبن. تبن التبن عارفين العصافة؟ لما بيحصدوا الأرض بيحصدوا القمح بيطلع معه القش الصغير هذا وال... فلما بيجي شو بيسوي؟ بقول ذريها الريح بيجي بيمس... تعرفوا الشوكي؟ بيمسك تعرفوا الشوكة؟ بيمسك الشوكة وبرفع في ليل لازم تكون يوم فيها هواء ليش؟ عشان يمسك الشوكه برفع القمح لفوق الهواء بيطير ايش التبن لجهة وبنزل في مكانه الثقيل اللي هو ايش القمح البار شجرة مغروسة ثابتة ممكنة مستقرة لكن الشرير كالعصافة بس المشكلة انه الشرير مش عارف انه كالعصافة مش عارف انه كالعصافه. فكر حاله حر، أنا طاير هون وهون، أنا حر. لكن مش عارف إنه هو إلى الهلاك، فيش له فايدة. مع إنه التبن العصافة والشجرة من جنس واحد نبات، صح ولا لا؟ لكن شتان ما بين الشجرة والعصافة. البار والشرير من جنس واحد بشر بشر. لكن شتان ما بين البار وبين الشرير اليوم أنا كنت عم بحكي عن طريق طريق البار يا ترى أي طريق تسلك اليوم لنفحص أنفسنا هل نحن من الإيمان تعالوا نصلي البار بالايمان يحيا كيف يحيا البار بالايمان لا يتجاوب مع الشر ولكنه يتجاوب مع صوت الله وكلمه الله والنتيجه بركه الله في حياة تغلي ولا يزيد معها تعب تقدر تقول يوم معي مع بولس مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا فما أحياه الآن في الجسد أحياه بالإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه من أجل هل تحيا بالإيمان أم بالعيان هل تحيا بمشورة الأشرار أم تحيا بكلمة الرب اختر لك طريق اليوم هيا شفت طريق الأبرار ونتيجتها وطريق الأشرار وعاقبتها قال له يا رب اليوم حبب قلبي في كلمتك خذ التزام اليوم أخوي أختي وانت عم بتصلي إذا ما أخذت قرار والتزام الشيطان رح يطلع برا يسرق لك الكلمة خذ التزام هلا في محضر الرب وسبته بنعمة الرب واطلب معونة الرب قل له يا رب أنا ما بدي اليوم إلا كل يوم أقرأ كلمتك بانتظام وأتأمل فيها وألهج فيها حتى أحسب من الأبرار اطلب من الاخشادي حنا يتفضل على المنبر يقودنا كلمه صلاه يختم بالصلاه نصلي ابانا سماوي نشكرك من عمق القلب من اجل محبتك لينا لانك وضحت لينا بطريقه عجيبه اهميه ان احنا نسلك في طرقك يا رب طريقك هو حياه أفضل حياة ساعدنا يا رب إن احنا نلتجئ إليك ونتمتع بيك ونعيش ليك لا لبر فينا ولا لعمل صالح عملناه لكن يا رب مكسيين في بر المسيح طريق البر ده مش من عندنا من عندك أنت المسيح دفع الثمن غالي أسلم نفسه من أجلنا كسانا برداء البر أنت شايفنا يا رب بقى لابسين رداء أبيض خفيت كل عيوبنا خفيت كل شهواتنا خفيت كل ماضينا واللي شايفه امامك هو المسيح بيكسونا نشكرك يا رب من اجل النعم الفياضة في حياتنا اديتنا فرصة ان احنا نتعمق في العلاقة معاك وده اللي انت عاوزنا نعمله يا رب في وقتنا في هذا الصباح ان احنا نقترب اليك نسمع كلامك نتمتع بكلامك نتلذذ بكلامك وان احنا ما نعيش الحياة العادية اللي الناس عايشاها بل يا رب انا أتغير كل يوم من إحساناتك أننا لم نفنى مش بس بنتنفس يا رب لكن عاوزين أن احنا نخدمك نحبك أكتر نتغير كل يوم وما نخليش الأمور الحياة تسلبنا من شؤنا أن احنا نعيش بحماس وغيرة ليك يا رب مش عاوزين اوراقنا تدبل وتبقى ملهاش قيمه، ساعدنا يا رب انه مع تقدم الايام في حياتنا ان احنا نزداد رغبه ونزداد حب ليك ونزداد شوق ان احنا نقترب اليك وان احنا نخدمك في باقي ايامنا وان الناس تشوف فينا يسوع ما تشوفش فينا الانسان القديم اللي اللي بيشتكي وبيتذمر والناس ما بتشوفش في يسوع بارك اخونا عيسى رب وبارك الكلمه بارك الدكتور عصام ونشهد في سفرهم ورجعهم لينا بالسلامه النهارده نصلي من اجل كل فرص فرد ماثل امامك الان انت يا رب عارف قلوبنا عارف احتياجاتنا عارف نقط ضعفاتنا عارف نقط, قوانا يا رب من فضلك بنسلم الكل ليك ونرجوك انك انت تستخدم الكل لمجدك انت نصلي من اجل الحزانة والمتألمين يا رب نصلي من اجل كل فرد يمر بظروف صعبة ما ساعات الناس بتمر بظروف محدش بيتكلم عنها لكن انت تعلم الامور وتعلم الدواخل يا رب بروحك القدوس خوينا وشجعنا وفعلا خلي الكلام اللي سمعناه النهارده ينطبق في حياه عمليه كل يوم ليك لان نثق نستجيب من الان للابد امين